بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اذ نقيم اليوم يا احباء تذكار القديس العظيم في الشهداء الحارث النجراني، نحتفل معه ايضا بالقديس العظيم في الشهداء ديمتريوس المفيد الطيب. كلاهما زهد بحياته ولم يقبل بالنجاة، قدم حياته الأرضية ليربح حياة أبدية. المهم أن الإيمان عند الشهداء القديسين هو أثمن من الحياة الحاضرة، لذلك سمعنا ما قاله الرسول بولس في الإصحاح 11 من رسالته إلى العبرانيين، ما قاله عن إيمان رجال ونساء عظماء عاشوا الإيمان وتحدوا الأهوال والمصاعب ولم ينهزموا. السؤال: لماذا لم ينهزموا؟ ببساطة ببلش الانتصار من أنهم لم يتراخوا مع أنفسهم أولاً في حفظ وصايا الرب. وفي هذا يقول القديس يورونيموس: لا نكن في تراخي بل كمن هم في حلبة صراع واحتمال الآلام. الرب هو الذي قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، والسبب أنه نحن عم نحارب الشرير، وقالنا إن كان إبليس اضطهدني فسيضطهدكم. بالتالي نحن موجودين في حلبة صراع، وقت الواحد بحلبة المصارعة ما في نزل إيديه ويقعد يرتاح، بده يكون دايما مستعد، بياكل كف بياكل بوكس بده يعرف كيف بده يرد. فمشان هيك ما بيقدر يرتاح، ما بيقدر يستسلم، ممنوع إعلان الاستسلام أو الانهزام. بس بيعرف شغلة أساسية، إنه ما بيقدر ينتصر بقوته، بينتصر بالرب، هو اللي بيعطيه القوة، هو اللي بيخليه ينتصر. من هيك بولس الرسول بيوصي أهل كورنثوس وبيقول لهم: اسهروا اسهروا، بتكون الواحد حريص على حياته ما بده يفرط فيها، اسهروا، اثبتوا على الإيمان، لأنه إذا ما ثبتتم على الإيمان تخسروا كمان حياتكم. كونوا رجالا، ما تكونوا أولاد، ما تكونوا خسعين، كونوا رجالا، تشددوا. وبيعتبر القديس نكتاريوس العجائبي أن الذي يتغلب على أهوائه هو أكثر رجولة من الذي ينتصر في الحروب، لأن الانتصار على الذات أصعب بكثير. ويقول أيضا: كثيرون ينتصرون في الحروب ولكنهم ينهزمون من الملذات. ومثله بيقول القديس كليمندوس الإسكندري إنه ليست الرجولة أن تصبروا فقط على حدث ما يجري هنا أو هناك، بل أن تضبطوا لذة الشهوة والحزن والغضب. مهم كمان الواحد يعرف يمسك حزنه ويمسك الغضب، وأن تقاوموا الذين يحاولون أن يتلاعبوا بكم سواء بالعنف أو بالخداع، لأنه لا يكفي أن تصبروا على الشرور والقبائح، بل أن تصبروا أيضاً على الأهوال. الرجل هو المنتصر على أهوائه. عندما يتحرر الإنسان من الأهواء يصبح رجلاً، ببطل ولد، ببطل طفل. بس هذا الشيء ما بيوصله بالتمني، هذا الشيء بده وقت معه من الصلاة والصوم والسهر والاعتراف. بده يسلط نور المسيح على خطاياه، وبده يكون هالقد ديني مشدود بمحبة إلى الله وملكوته. ووقت اللي بيحصل على النعمة الإلهية عندئذ يتحرر، ساعتها بصفي مشدود هالقد ديني إلى الملكوت، ببطل العالم وكل ما في العالم من ملذات بيستهويه، بيتحرر منه. فإذا هذا مشوار
لابد أن يسير فيه الإنسان. لهيك بكمل القديس نكتاريوس وبيقول إنه اللي بيتحرر من أهوائه هو الرجل، وتقوده الرجولة إلى مرتبة الفضائل العليا، لأنه بس يتحرر من أهوائه من رجسات العالم ببلش يرتقي في مرتبة الفضائل، وبيوصل إلى الشهادة الحق والكمال الأخلاقي. ساعتها بيشهد للمسيح، بيقدر هذا يبشر وبيقدر يموت من أجل المسيح. بس إذا ما حصل على المسيح ما بيتحرر من أهوائه، ما بيقدر يشهد وما بيقدر يبشر. المنتصر على ذاته يكون قوياً لأنه لم يعطي لإبليس فرصة ليدخل إلى قلبه ويسرقه، بل صده والتصق بالرب، فصار الرب نصيره ومعينه، وهو بالرب الغالب يغلب إبليس. إذن بيعلمونا القديسين الشهداء أنه مهم للإنسان أن يحيا حياة فاضلة ويرضي الله، وقتها إن طلبت منه الشهادة لا يتردد، بيثبت ساعتها على الإيمان ويقدم حياته من أجل الإيمان، ودمه يبقى صارخاً بالحق. الإيمان اللي هو من أجله مات، دمه يصرخ بالإيمان بالحق. هذا ما حصل مع هابيل بعد أن قتله أخاه قايين. قال الرب لقايين: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وهذا اللي بيعنيه بولس الرسول برسالته للعبرانيين قبل المقطع اللي قريناه اليوم، بيقول عن رجال الإيمان وبيستشهد بهابيل وبيقول إنه وإن مات فهو يتكلم بعد، لأن دمه يتكلم لهلأ بيصرخ. كل شهداء الإيمان الذين رآهم القديس يوحنا الإنجيلي وكتب عنه في سفر الرؤيا أن نفوسهم تحت المذبح، هؤلاء الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة، رآهم يصرخون بصوت عظيم، وأعطوا كل واحد منهم ثياباً بيضاً، وقيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيراً حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وأخوتهم أيضاً العتدون أن يقتلوا مثلهم. الإنسان بالتالي لما بيلتصق بالرب وبيتحرر من الخطايا وبيرتقي بسلم الفضائل بيقدم حياته للمسيح، وهذه الشهادة هي اللي بتبقى فاعلة في الآخرين. شهادة استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء هي التي قادت بولس إلى الإيمان وصار الإناء المختار. ولكن منه بالضرورة الإنسان أن يستشهد بالدم، فيها تكون الشهادة بالدم، ولكن فيها تكون الشهادة ضيقة واضطهاد من أجل المسيح، من أجل الإيمان. لهيك بيقول بولس الرسول: نحن من أجلك نمات كل يوم. هذا بسبب الاضطهاد والظلم الذي كان يتعرض له والذي يتعرض له كل مؤمن. من هيك أنه ليس الدم وحده يصرخ، بل صوت كل إنسان يظلم يصرخ مدويا. ومثل ما بيقول القديس امبروسيوس أنه دم هابيل صرخ واستمعه الله، فبيقول للمقبلين على الشهادة: للدم صوت عال يصل من الأرض إلى السماء. مشان هيك اللي عنده ظلم وقهر من ناس أو من الظروف بده يصرخ إلى الرب في داخله، وصرخته تجتاز حدود الأرض والموت، أي حدود المكان والزمان. من هيك بيقول بالمزمور: من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع لصوتي. إن نحن ما عنا حدا نشكيل همنا إلا الرب، فمشان هيك بدنا نرفع صراخنا إلى الرب. هو بيرفع عنا الظلم،
هو بيرفع عنا الضيقة التي نحن فيها. المهم أننا إن كنا نظلم أو نستشهد، المهم أن نكون مع الله وأن نتقوى ببعضنا البعض، لأنه نحن جسم واحد، وهذا الشيء اللي لازم ينغرس في ذهننا. نحن جسم واحد، ما حدا منا بيوقف قدام الله حتى يصلي إنه هو والله فاتح اتصال وما سألان عن البقية. بده يوقف الإنسان قدام الله وحامل كل إخوته بصلاته، بيتوجع مع المتوجعين ويفرح مع الفرحين. هيك لنودع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله، يعني منروح منقدمها قدام الله، مش وحدنا، منقدم بعضنا بعض، منصلي من أجل بعضنا البعض. لأنه وقت اللي منكون نحن مجتمعين منكون أقوياء. وقت الواحد بيصلي من أجل الغاية بجوز لا يستجاب له، ولكن إذا اجتمعنا كليتنا وصلينا من أجل هذه الغاية، حينئذ يستجيب الرب، حينئذ يضعف الشرير في تجربته. لهيك بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لا شيء يجعل البشر ينهزمون سريعا في التجارب وينهارون أكثر من العزلة. إن واحد يكون لوحده، لوحده العود لوحده بينكسر، بس حزمة من العيدان ما بتنكسر. لهيك إذا شعب الله مجتمع ويصلي بيكون قوي، أما إذا واحد وحده بيقدر على إبليس. ومن هون بيعطي القديس يوحنا الذهبي الفم مثل بيقول: خبرني إذا بعثرنا فرقة في حرب شو بيصير؟ العدو بسهولة بيصطادن وبيأسرن. ليه؟ لأنه كل واحد لوحده، بس وقت يكونوا مجتمعين أكيد العدو ما بيقدر عليهم. لذلك يا أحبة بدنا نصلي بعضنا من أجل بعض، وبدنا نؤازر بعضنا البعض لنرفع الظلم عن بعضنا، ونتقوى في الإيمان من بعضنا ومن الشهداء القديسين الذين نتخذهم قدوة في احتمال للمشقات. وقت اللي منآزر بعضنا البعض، يعني اللي واقع منشيله، اللي محتاج تعزي منعزيه، المريض منشيل فيه، المحتاج منكفيه. هذا معناته المؤازرة بعضنا لبعض. إذا عملنا هذا الشيء نكون لبسنا أحشاء رأفة الله، نكون بلشنا نتشبه بالله، لأننا نريد أن نقتدي بالقديسين الذين أحب الله. بوقتها بيصير عنا النعيم السماوي، ساعتها منقول مثل ما بيقول المزمور: الرب هو نصيبي في هذه الحياة وفي الحياة الآتية. Thank you.